بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة النطق العربي. اليوم سنتعرف على برنامج رائع ورائد في مجاله، وهو متخصص في مجال فلاش كارد أو بطاقة الذاكرة، أي في كل ما يتعلق بالمجال والدراسة مثل علوم اللغات والهندسة والرياضيات، أي شيء تود تذكره وأن ترسخ في ذهنك في هذا اليوتيوب. نبدأ على بركة الله، نفتح المتصفح فنجد الموقع. هذا هو الموقع apps.ankyweb.net. البرنامج اسمه أنكي، كما هو مصطلح باختصار شديد: Powerful Intelligent Flash Card Remembering Things Just Become Much Easier. أي برنامج يجعلك تذاكر الأمور المهمة لديك. وسنتعرف على هذا البرنامج بمقتطف بسيط في هذا الدرس. إذا وجدت تفاعل منكم وتعليقات تطالب بشرح مفصل حول البرنامج، سيكون لكم ذلك إن شاء الله. أولا نفتح الموقع ثم نأتي إلى داونلود. البرنامج هو حر ومجاني تحت رخصة جنو العمومية، متوفر للجنو لينكس، ماك أو إس إكس والويندوز، وكذلك للآيفون والأندرويد. والبرنامج مجاني باستثناء نسخة الآيفون، هي مدفوعة $5 على ما أعتقد. نقوم بتحميل البرنامج. أنا حملته من قبل، يأتي مضغوط ثم نفتح الضغط ثم نأتي إلى الملف المنبثق عنه، وهو هذا. بعد أن نفتح الضغط ثم نفتح الطرفية هنا، ثم نكتب sudo make answer. أنا ثبته من قبل لذا لن أحتاج إلى هذه العملية، وموضح هنا طريقة التثبيت بالطريقة التي ذكرتها الآن. أفتح البرنامج. هذا هو البرنامج، يأتي بواجهة بسيطة جدا، ويمكنك أن تضيف ما تشاء وتحديث ما تشاء. سنتطرق إلى طريقة استعمال البرنامج بشكل مختصر. مثلا أنا أود أن أضيف كلمات اللغة الإنجليزية، مثلا أضغط على Add، ثم هنا في Default، هذه ديفولت. لكن إذا أردت أن أضيف واحدة نأتي إلى بروفايل ثم أد، ثم أكتب مثلا إنجليش، مثلا أكتب العربية الإنجليزية، أنتر. هذه يوزر 1 هو ديفولت، أنا أضفت الإنجليزية، أضغط على أوبن. التايتل تغير من user 1 الى engine. اضغط مثلا هنا basic، هنا مجموعة من الاختيارات، وهناك add-ons الاضافات سنتحدث عنها فيما بعد. basic اكتب هنا trans، مثلا اكتب اي كلمة، هو مثلا طوفان، ثم أكتب هوب. بعد لا يهم، لكن إنجليزية ثم أكتب. مثلا أضيف كلمة أخرى، فأر ماوس، ثم أد كلمة أخرى، يس
شيء ثم اد اسال الكلوز الان ثم study now. ابدا الان يعطيني حصان هنا ياتي بالتخمين فقط اقول مثلا هي اهو إذا كنت أعلم الإجابة أكتب again أقول easy لم أعرفها بشكل جيد أقول good أو again ليعود تذكيري 1 minute أو دقيقة بعد هنا 10 دقائق بعد هنا بعد 4 أيام يذكرني بهذه الكلمة أقول مثلا easy فأر mouse good بعد 10 دقائق خذ تيك good ماوس وهكذا هذه فكرة البرنامج أنت تضيف إذا أردت كل يوم أن تضيف كلمات وتذكرها أو مجموعة من الكلمات أو مجموعة من القواعد يمكن إضافتها نأتي إلى مثلا add ونأتي إلى sit in the answer بازك مثلا هذه الخاصية sit the answer ثم تشوز مثلاً read مقر هنا يعطيك خاصية الكتابة مثلا كتبتها بشكل خاطئ مثلا read سيقول لي أن هناك حرف ناقص أقول again so answer take easy قراءة أكتبها بشكل صحيح الآن هي صحيحة أقول easy وهكذا هذا البرنامج يمكن تستخدمه كما ذكرت من خلال البرنامج المثبت على النظام ويمكن تستخدمه أيضا من خلال الموقع نأتي إلى الموقع الرسمي ثم نأتي إلى أنكي ويب أنا لدي حساب ولدي مجموعة من الدروس قمت بتحميلها وتثبيتها وهناك دروس تضبطها يدويا وهناك دروس تضبط عن طريق ملفات خاصة بالبرنامج أدخل لوجين ثم أبتل الباسورد فقد دخلت الذي مجموعة من الدروس مثلا هنا 4000 كلمة إنجليزية من الإنجليزية العربية هنا language French English والعربية الفصحى مثلا أريد دراسة أو العمل على هذه الدروس الإنجليزية العربية من خلال الموقع الآن أنا أتحدث من خلال الموقع أتكلم بإيجاز لأن البرنامج كبير جدا وبه العديد من الخصائص لا يسع في درس واحد أن أتطرق لها جميعا أكتب study هنا يعطيك hunter أو gather وأكتب هنا يعطيك بالتوقيت أو بنطق الكلمة show answer صياد أو جامع طعام ثم good quarter past 1 pm هنا الساعة الواحدة والربع مساء جود تبدأ تذاكر من خلال الموقع ستقول لي ليد
تخلي هذا الموجود لديك في الأكاونت كيف ستجعله في البرنامج. هناك خاصية السينكرونيزيشن، سأدخل نفس المعلومات الإيميل الخاص بي، ثم الباسورد. سيبدأ بعملية المزامنة، يعني هذا ما هو موجود هنا سيزامنه مع البرنامج، وما هو موجود في البرنامج سيزامنه مع الموقع، حتى الإنجليزية التي أضفتها في البرنامج ستضاف إلى الموقع وستلاحظون ذلك. هنا يبدأ الاتصال، يقول لك download from Anki upload to Anki web، يعني يقول لك هل تريد الآن أن تقوم بتحميل رفع المعلومات إلى الموقع أو أن تحميلها من الموقع. أقول لأ، أقوم بتحميلها من الموقع وليس رفعها إلى الموقع. دروس كثيرة نوعا ما وتطلب بعض الوقت، كما ذكرت وسأريكم أن هناك مجموعة من الدروس الجاهزة في جميع المجالات، في اللغات وفي الفلسفة والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والطب والعديد العديد من الدروس الجاهزة، وكذا يمكن إنشاء دروسكم أنتم ونشرها في الموقع ليستفيد منها غيركم. سأريكم الأمر بينما يقوم بالمزامنة. هنا Get Shared Deck، يعني أخذ الديك التي تم نشرها، هنا Language Arabic مثلا، أصدار Arabic، وهنا ستجد مجموعة من الديكشنري أو القواميس عربي ألماني و Quranic Arabic This is word for word here. Audio هذا في audio، وهناك العديد من add-ons يمكن أن تضيف الأوديو إلى البرنامج وتضيف شرح مقتطف من الصوت للبرنامج، ويمكن أن تضيف صورة وغيرها من الخصائص القوية جدا. فكما ذكرت إن كان تجاوب منكم حول البرنامج سأضيف لكم حلقات تتحدث عن البرنامج بإسهاب شديد. أرجع هنا تجدون الـ language، هنا تجد art, science and trivia، وهنا anatomy و biology, chemistry, geography, history و math, music, pathology و physics. يعني هناك برنامج كبير جدا وبه العديد من الأمور التي يمكن أن تعمل لديك. مثلا قمت بتحميل ديكشنري من هنا، كيف ستضيفه إلى البيت؟ ها انتهت التثبيت، كل ما لدي في الموقع هو هنا. كما ذكرت يمكن أن إذا حملت ستحمل الملف بامتداد أنكي، تقوم بضغط أنتر. هنا ستجد من اختيارات أنكي فايل، وتقوم بالضغط مقرتين وسيتم تحميل البرنامج إلى تحميل القاموس أو تحميل الملف على البرنامج بكل سهولة. كما ذكرت هناك العديد من الأمور التي توجد في البرنامج، وهناك العديد من الأدونز يمكن أن نضيفها. كما ذكرت الإضافات ستعطيك العديد من الخصائص كإضافة الصور و الإجابات في الصورة وغيرها من الخصائص الرهيبة للبرنامج. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد شرح ولو بشكل بسيط قوة البرنامج، وإن أردتم كما ذكرت وأعيدها للمرة الأخيرة، إن أردتم شرح مفصل عن البرنامج وجميع الخصائص وجميع طرق استخدام البرنامج، لأن البرنامج فيه العديد من الإعدادات القوية والمتقدمة، اتركوا التعليقات في الفيديو في تعليقات فيديو وكذا الموقع أيا كان، وإن شاء الله سأضع بشكل مفصل معلومات أو طريقة استخدام البرنامج في جميع
المجالات. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.